الحكومة الفلسطينية لا تخطئوا. هذا هو إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس، انهار جراء الحجر الشديد والازدحام الذي كان في استاد اليرموك في قطاع غزة، بقربته نشيطي ومؤيدي حركة حماس الذين يتواجدون في متوسط شهر رمضان. هنية تماسك قواه سريعا، حرر بعضا من الضغط ووقف أمام الجماهير وألقى خطاب حياته: أنني كرئيس وزراء للشعب الفلسطيني أنني ما زلت أعيش في مخيم الشاطئ للاجئين. وما أمر القوة التنفيذية أي جيش حماس التابع لعباس صيام وزير الداخلية الذين أطلقوا النيران هذا الأسبوع على أجهزة الأمن التابعة لأبو مازن؟ عدد القوة التنفيذية وصل إلى تقريبا 5500 تقريبا أو 700. من هؤلاء قرابة 2500 ينتمون إلى تيارات وفصائل غير فصيل حركة المقاومة الإسلامية حماس. وأنا من هنا أوجه التحية لوزير الداخلية وللقوة التنفيذية. نعم، مسلحي التنفيذية وجهاز التنفيذي من لا يعرفهم سوف يحمو حكومة هنية من المحاولات لإسقاط هذه الحكومة أي حكومة حماس التي لن تخضع لمتطلبات المجتمع الدولي بالاعتراف في دولة إسرائيل. أننا لن نعترف بإسرائيل. وماذا بشأن الجندي المختطف جلعاد شليت؟ وأما على صعيد قضية الجندي الأسير فإن الحكومة الفلسطينية سعت منذ البداية إلى إنهاء هذه القضية على أساس سياسي وإنساني، وإن الحكومة الفلسطينية تؤكد على مطالب الشعب الفلسطيني بضرورة الإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الصهيوني. هنية لا يخضع للحصار الاقتصادي وليس لمتطلبات أبو مازن الذي يرفض أن يلتقي بهنية ومتوقع أن يلتقي بأولمرت في لقاء القمة.